موجزة ثالثة من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الزعيمين تبادلا التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلين الله أن يعيده على الشعبين المصري والعماني الشقيقين بالخير والبركات والازدهار، وأن ينعم على شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والاستقرار والرخاء. هنا رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وأعرب رئيس مجلس النواب عن تقديره واعتزازه لما يبذله الرئيس السيسي من جهود على كافة الأصعدة لبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق حياة كريمة، مؤكدا التفافه وأعضاء مجلس النواب حول هذه الجهود الوطنية المخلصة. كما هنأ رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك، ودعا رئيس مجلس الشيوخ المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصر بالأمن والاستقرار، وأن يتحقق لمصر مزيد من التنمية والرخاء والازدهار في ظل قيادة الرئيس السيسي. بعث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وفي برقيته جدد مدبولي العهد للرئيس السيسي على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل مواصلة المسيرة التنموية التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات. كما بعث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. بعث وزير الداخلية اللواء محمود توفيق برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وخلال برقيته تقدم وزير الداخلية الرئيس السيسي بأخلص التهاني وأصدق الأماني بموفور الصحة والعافية، مؤكدا على استقبال العيد المبارك بالإرادة والعزم والتفاني في الأداء من أجل أمن ورفعة الوطن في ظل مرحلة العطاء والتنمية التي تشهدها البلاد. كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أن مناسبة العيد تدفع إلى التفاني في الأداء والإصرار على تحقيق أقصى درجات الأمن والاستقرار. وبعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للتهنئة بحلول العيد. وهنأ وزير الداخلية أيضا رئيسي مجلسي النواب والشيوخ وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف ومفتي الجمهورية ووزير الأوقاف بذات المناسبة. كما بعث ببرقيات تهنئة إلى القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام بوزارة الداخلية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. ختام موجز الثالثة، دمتم في رعاية الله وأمنه، وإلى اللقاء.